السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ اش كتعاودوا؟ توحشتكم بزاف 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 بزاف، غبرت عليكم. معايا مريم، ها هي والفوق دابا صافي. وقلت كنت ما غادي نصور حتى شي حاجه، قلت علاش لا، خصني نصور اليوم حيت غادي واحد المناسبه اللي هي زوينه بزاف. واحد السيده من المتتبعات ديالنا كنعجبوها حنايا كوم دي بلوغرز ولا يوتيوبرز، اليوم غادي نتجمعوا نديروا لها واحد سيربرايز عندها عيد الميلاد، ونتلاقاو معها ان شاء الله ونديروا لها واحد المفاجاه تشوفنا بعدا ونتلاقاو معها. يلا مشينا شرينا لها هذيك كادو، ها هما هادشي دابا باش نلتحقوا مع بنات الاخرين من هذا الفلوج. هابي بيرثداي من هنايا، سنه سعيده عليك، تعود عليك ان شاء الله بصحه وسلامه. غنمشيو دابا باش نتلاقاو مع فاطمه مع حنان ومع البنات كاملين غيكونوا تما تهما، نمشيو نتلاقاو تمايا وخليكم معنا. وصلنا يا حنان، هز الكاميرا ديال شغموري اللي كتصور بيها، يلا طبي لينكسو، هيا سبينا بكم واخا ما كاينش معنا نجده، راه هي نجده. فاطمه كتخير باقي لا فاطمه غادي تجيب لينا شي بيبي جديد، غنجيب لك حجاج. نجدة اش بان لك بهذا الشيء؟ نجدة اش بان لك بهذا الشيء اللي كيخيط الصوف؟ واش كيكون معول على شي حاجه؟ هادو خاصنا في الغوز. بنيت عجني هادي عندك، تبقاو تكتبوا في لي كومونتير بصح فاطمه حامله، بصح فاطمه حامله، لا ما حاملهاش، كتضيع وقتها. احنا باقيين في انتظار مدام كريمه، باقيين في انتظار مدام كريمه. هذه ابنه مدام كريمه، كيف حالك يا ماما؟ ما كتبان، لا لا ما والو، ما كتبان والو، مزيان. المهم غادي ندير لها واحد السيربريز هي واعره. اسكاس مباركي مري اخيرا. فاطمة فاطمة حلو.
دابا لينا لانيفيرسير مع السيده. دابا غادي نمشيو ان شاء الله انا ومريم ندورو واحد شويه نمشيو شويه ندورو ستوري يا ديما حاجه وجا في التليفون نمشيو ندورو شويه. تقول لها تقول لها كتبغيني ونقول لها كنبغي واحد العيد الحب مع انويه. انا نمشي ناخذ لواحد الكيك لماما ندير لها عيد الحب هي الحب ديالي شي ناخذ لها واحد الكيك اليوم نقول لها هاكي كل عام انت امي وحبيبتي وبحال هكذايا اللي ما عنديش معاه نحتفل نحتفل مع ماما مع اخو مع با مع عائلته مزيان بحال هكذا نشرو الحب والسعاده. انا يلا رجعت دابا للدار كما قلت لكم غادي نمشي نجيب واحد الحلوه للوالدين بمناسبه عيد الحب ماشي غير الوالده واخا الوالد ما تياكلش الحلوه ما عندوش مع السكر حيت مريض بالسكر جبتها ليهم بجوج. المهم يشوفوها جات حلوه ها هي كتبت فيها اي لاف يو ماب وردة ها هي الوردة قال كلشي قال لك الوردة قال كلشي. الوالدة هي جالسة هنا كتشوف فينا عجبات على الحلوة ها هي الحلوة شوفوها الحلوة من عند عثمان سويت ويت كيك كما كتعرفوا دائما راه المذاق راه كاين والمنظر راه كاين كلشي راه كلشي مجموع هنا مجموعين هنا بجوج. نمشي نديها للوالدة هاك ربي تا الحلوة تنم بصحتكم بسم الله الله يعطيكم الصحة والرضا امين ربي. ايوا حتى نتوما عيدوا على والديكم على خوتكم اللي عزاز عليكم. عيد الحب هو واحد المناسبه اللي كنعبروا فيها على المشاعر ديالنا بالعائلات ديالنا والناس اللي كنبغيوهم كاملين اون جينيرال. الوالد قال لها اري ندوخ شويه الورده زعما ما عطيتهاش ليها. المهم كيما قلت لكم ها هي فرحات بسميتو اللي عطات ليها جمال بزاف تنسايا السميه نسقيتي لقيت اي لاف يو ماما ضربي انت تقول لي راه سميتك تقولها سميتها داك اللي صايبه هي اللي كاينه تما صافي هادشي اللي كاين. المهم نرجع لكم واحد شويه باش نسالي هاد الفيديو هادي ونهضر شويه. رجعت لكم من بعد ما كلاو الحلوه ضحكنا شويه عجبهم بزاف الحال خصوصا الوالده عجبها الحال بزاف حيت جات هاد الحلوه وهي من المعجبين ديال الحلويات والشوكولا وداكشي عزيز عليها يعني الا جيتي لها داكشي كتفرح فيك بزاف. جيت غير باش نقول لكم اقترحوا عليا افكار يعني بحال هكا اشنو بغيتو ندير لكم في لي فلوج جايين ولا فلوج ولا غير فيديو بحال هكا عاديه. كتبوا لي في لي كومونتير ولا غنحط لكم صوره في انستغرام. جيو عندي كامل الانستغرام تما تنتفاعلوا مزيان كنحط يعني شنو كيدوز في النهار يعني في بلاصه ما كندير دي فيديو اجيو نتلاقاو في انستغرام كنهضروا تمايا في بريفي ولا في دي كومونتير تما تنكونوا كنتواصلوا مزيان. غادي نخلي لكم انستغرام ديالي في التحت في لابار دانفو الناس اللي ما عرفوهش يدخلوا عندي تمايا. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. اش غنقول لكم بغيت نقول لكم الا بغيتي نديروا شي فيديو ديال الشلحه يعني باللغه ديالنا الامازيغيه قولوها ليا ندير لكم شي فيديو خاص غير بحال هكا بالامازيغيه نضحكوا عاوتاني شويه. وبالنسبه للناس اللي ما تيفهموش اللغه ديالنا اللهجه ديالنا يعني الامازيغيه يتعلموا معنا حتى هما نتعلمو كلمات كملناها كمجموعين وصافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. كنتمنى هاد الفيديو تكون عجبتكم وتكونوا شفتوا معنا بزاف ديال الحب في هاد النهار هذا يعني شفتوا معايا ديك السيده اللي درنا ليها ديك سيربرايز اللي هي ابوني عندنا ويعني نضمنا ليها داك لانيفيرسير جات فرحانه حتى هي ما فهمت والو يعني بقات كتبكي عجبها الحال بزاف وشكرتنا يعني فرحناها بزاف بزاف بزاف. نقول لها يعني جويز انيفيرسير ان شاء الله طولت العمر ونشوفوك يعني من عام لعام دائما في تالق. وعاوتاني داك الكاطو اللي جبت الوالده يعني ان شاء الله شويه ديال الحب والسعاده غير بيناتنا وضحكنا ونشطنا. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو تكونوا نشطوا معنا شويه واستمتعتوا. كنتمنى تخليوا لي دي جيم وتخليوا لي يعني لي كومونتير ديالكم اللي كنقراهم كاملين وكنجاوبكم عليهم. وما تنساوش تابوناو عندي في لاشين ديالي باش نكبروا ونولي واحد لاشين هي زوينه بزاف عائله اللي هي غزاله 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 غزاله. غادي نقول لكم السلام عليكم تصبحوا على خير وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.